المتكلم الرئيسي في المهرجان كانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، واعتبرت السيدة الرجوي حكم محكمة الاستئناف بواشنطن ضد التهمة الغير الشرعية بشأن مجاهد خلق إنجازا تاريخيا عظيما في معركة مقاومة الشعب الإيراني ضد النظام الملالي. ودعت السيدة الرجوي في الختام يا الشعب الإيراني، خاصة النساء والشباب والعمال والكادهين الذين يكابدون معاناة ضغوط الغلاء المتزايد والحرمان والأعمال الرجئية المفروضة إلى الانتفاض ضد الاستبداد الديني الحاكم في إيران. آلاف الإيرانيين في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وذلك للمطالبة بإجراء تغييرات سياسية في إيران وتأييد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وكان من بين الحاضرين عدد من السياسيين، منهم السيناتور الأمريكي السابق روبرت تورشيلي، إلى جانب رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني ومريم رجوي زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. تعالت أصوات آلاف المعارضين الإيرانيين في صالة فيلبانك بضواحي باريس وهي تطالب بالربيع الإيراني والتغيير من أجل إيران الحرة. وتعانقت أعلام الربيع العربي من سوريا وتونس وليبيا مع أعلام إيران المقاومة، شخصيات سياسية من رؤساء حكومة سابقين وأعضاء للبرلمان الأوروبي وشخصيات عالمية جاءت من مختلف أنحاء العالم للتضامن مع المقاومة الإيرانية. هذه الجموع والجماعات تظهر جديا ما يمكن أن يحدث في إيران، ويجدر بنا دعم تغيير النظام هناك كما دعمناه في مصر وليبيا، لأن إيران تحتاج لذلك أيضا، وقد تحتاج إليه حتى أكثر من مصر وليبيا، فنظامها أكثر عنفية من أي من الأنظمة التي سبق وسقطت. نائب الأمين العام للأمم المتحدة فيليب دوستبلازي قال لا يمكن السكوت أكثر عن جرائم ملالي إيران، ولا بد